اهلا بيكم. في حد بعت لي وقال لي انا نسيت ازاي اعمل ملتي بلاي لتو ديجيتس. علشان نعمل ملتي بلاي لتو ديجيتس، اول حاجه انا ببتدي باليونت او الوانس، فهناخد الفور واعمل لها تايم 2، 4 تايم 2 8. طب انا نسيت، اتفقنا يا مستر تيبل 2 3 4 5 2 3 4 5. لو انا بعمل حاجه في تيبل 2 بقول كده 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني انا 4 تايمز 2 هطلع 4 فينجرز واعمل كاونت بال 2 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى ايكوال 8. هرجع بعد كده اخد ال 4 دي واعمل لها تايم 3 4 تايم 3، يبقى انا المره دي هعمل 4 فينجرز واعمل كاونت بال 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، اروح جاي اكتب ال 12 بس كده. خلصنا اليونت، نبتدي ناخد التنس. خلصنا اليونت هناخد التنس، يبقى يا مستر كان دول كده خلاص مش معايا، وعلشان انا رايح للتنس هروح جاي هنا رايت داون الوانس، اروح حاطط زيرو تاني. انا رايح اخد التنس، هبدا بالتنس، التو هتروح تعمل تو، اقول له لا يا مستر استنى، لازم الاول اجي في بيت اليونت او الوانس بوت زيرو وابتدي اعمل تاني 2 تايم 2 2 فينجرز 1 2 3 4 يبقى رايت 4، 2 تايم 3 يبقى خدنا التو مع التو ناخد تو مع ال 3، 2 تايم 3 يبقى 3 فينجرز واعمل كاونت للتو 1 2 3 4 5 6 يبقى اكتب 6. يبقى عملنا تايمز للوانس وتايمز للتنس، اعمل بلس 8 بلس 0 2 بلس 4 1 بلس 6، هي دي الانسر؟ ايوه. تعالوا نعمل كده انذر اكزامبل. زي ما اتعلمنا هبدا بالوانس 7 تايم 6، يبقى اخد ابدا بالوانس وابدا برضو بالوانس 7 تايم 6. طب انا نسيت 7 تايم 6 يا مستر، لما هشتغل في تيبل 6 و7 و8 و9 ادي ايديا، ده هيبقى ال 6 7 8 9 6 7 8 9 اهو يا مستر. فبقي دلوقتي هروح جاي من الفيرست هاند هعمل فولد 6 و7، والسكند هاند هعمل فولد ال 6، يعني انا هنا تنيت ال 6 و7 وهنا تنيت ال 6. الانفورد دول نعمل لهم تايمز 4 تايم 3، كلنا عارفين 12، اكتب ال 12 بره. ليه يا مستر؟ هقول له عشان الانفورد الفورد دول اللي هم متنيين هنعمل لهم بلس 1 2 3 يبقى 30. يبقى الاولاني اداني 12 والتاني اللي هم معمول لهم فولد دول التنس، دول يدوني 2 وهنا 4 يبقى 42 42 42 يبقى ادي هنا ال 2 واعمل كاري 4. بعد كده هبتدي اخد ال 7 تايمز 5 35 بس انا معايا هنا كاري، الكاري ده بنعمل له بلس، فيبقى 5 و 4 9 وال 3 يبقى هنا 39. وزي ما قلنا انا رايح للتنس يبقى بوت 0 في الوانس 1 تايم 6 1 تايمز 5 واعمل بلس، يبقى دي 2 ودي هنا 9 بلس 6 15 كاري 1 4 و 5 9، ادي دي الانسر بتاعتي. شكرا.